متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من ملفات وقضايا الاجرام. اولا كيف ديما كنشكروا الناس اللي كيتفاعلوا معنا على القناه، شكرا لكم بزاف. كنشكروا الناس اللي كيشجعونا وكيدعمونا وكيخليونا تعليق زوينه، شكرا لكم بزاف. وكنشكروا الناس ديال الجاليه اللي كيتبعونا وكيدعمونا كيف ديما. وما نطولوش عليكم وندخلوا معكم في سرد قضيه او جريمات اليوم. متابعينا الكرام، قصة اليوم أو جريمة اليوم وقعت سنة 2009 ضواحي مدينة تاونات، المنطقة ديال تيسا. واحد السيد عنده واحد الأرض كيدير فيها الفلاحة بعيدة على الدار ديالو، جاية قرب الشانطي اللي تدخل لذاك الدوار. هذيك الأرض كندير فيها واحد النوالة ودير فيها البطيخ والدلاح، وكيجي كيسرح فيها من أرض كبيرة، تيجي تيسرح فيها الكتيبة ديالو. هاد السيد هذا تفاجأ بالوجود ديال واحد السيارة فهاد الارض ديالو واقفه. هذيك السياره شي سيمانه وهي شي 5 ايام بالضبط وهي واقفه. هذيك الطوموبيل بدا كيسول عليها في الدوار، واش ماشي شي واحد جاب الطوموبيل لهنايا، ولا شي واحد جا شي ضايف عند شي واحد وخلاها، ولكن ما توصل حتى شي واحد، وديك الطوموبيل ما كاين عند حتى شي واحد في داك الدوار. هاد السيد هذا غيمشي عند المركز ديال الدرك الملكي باش غادي يوصل، باش غادي يبلغ على هاد القضيه هذه. دخل عند رجال الدرك، السلام عليكم. السلام، قالوا له مرحبا، شنو بخاطر؟ قال مودي انا بغيت نبلغ على واحد السياره كاينه في الارض ديالي، وداك السياره ما عرفتش شكون هو مولاها، وهذه شي 5 ايام وهي وقفه تمايا. رجال الدرك تفاعلوا مع الاخباريه ديالو وانتقلوا لعين المكان. بالفعل ورا لهم الارض ديالو، قالوا له هذه ديال الارض ديالي، ودير واحد النواله اللي هي كنضرق فيها من الشمس ولا من الشتا، وعندي هنا كنزرع، هنا كدير الفلاحه، دير البطيخ ومطيشه وداك الشيء ديالو، ودي وحدها كاين واحد البلاصه خاويه كيسرح فيها، كيطلق فيها الكسيبه كيسرح فيها. قالوا ما سيدي انا تنجي في الصباح، تنجي مع الوقيته ديال 5 ونص الصباح وتنمشي حتى الوقيته ديال 6 العشيه او 7 على ما كيظلم الحال. هاد السياره هذه 5 ايام وهي هنايا، وهذا اللي جابها راه ما جابهاش بالنهار، راه جابها بالليل، لانني انا كما قلت لكم كنمشي من 6 العشيه وفي 6 الصباح راني كنكون هنايا، اذا اللي جابها راه جابها في الليل. سولت الناس الدوار، سولت المقدم، سولت كل شيء، راه ما حتى واحد ما عنده هاد الطوموبيل هادي، وحتى واحد ما جا عندهم ولا الطوموبيل هادي. رجال الدرك داروا المعاينه ديالهم لهاد الطوموبيل هادي، سمعوا لذاك السيد مول الارض، خداو الاقوال ديالو. هنا رجال الدرك بداو كيعينوا السياره، السياره ما كانتش مهرس لها الزاج او مضروبه او كذا، بالعكس كانت السياره واقفه، واخده اقصى اليسار واقفه، داخله في الحرس واقفه، محيده من الطريق واقفه، بحال شي واحد جا طالع تما وطرخها ومشى بحالاته، ولكن مولاها ما كاينش، طوموبيل مطرخه، طوموبيل ما مهرساش. هنا رجال الدرك كما قلنا غادي يهزوا السياره وغيديوها للمركز ديالهم باش تما يديروا لها التنقيط لذاك الماتريكول ديالها باش يعرفوا ديال من. هنا فاش وصلوا رجال الدرك الملكي هاد السياره هذه، فاش نقطوها لقاو هاد الطوموبيل هذه ديجا واحد العائله مبلغه بالاختفاء ديال مولاها، وكنركب هاد السياره هادي. هنا رجال الدرك الملكي غادي يلقاو هاد التبليغ هذا اللي بلغوا هاد العائله كاين في النفوذ ديال البوليس ديال فاس، وديك البوليس ديال فاس عمموا واحد المذكره ديال البحث. هنا غادي يمشيو رجال الدرك الملكي لعند المركز ديال البوليس فاس باش غادي يتعرفوا على هاد العائله هادي وياخذوا منهم شي معلومات. وبحكم ان الطوموبيل جات لقاوها في النفوذ ديال الدرك الملكي، اذا الدرك الملكي هو اللي غيتكلف بالبحث في هذه القضيه هذه. شنو غادي يديروا رجال الدرك الملكي؟ غيعيطوا لهاد العائله، عيطوا للزوجه ديال اللي جات كتبلغ على الاختفاء ديال الراجل ديالها، سمعوا ليها، قالوا لها كيفاش الراجل ديالك، كيفاش خرج؟ قالت لهم سيدي انا الزوج ديالي خرج هادي شي 5 ايام، ناض في الصباح جمع شي فلوس، عنده شي فلوس في الدار، كانت عنده شي فلوس ديال شي 12 مليون دارها في واحد الشنطه وخرج، قال لي انا ودي غادي نمشي نسافر. سولته انا قلت له فين غادي تمشي تسافر، وقال لا ماشي شغلك، انا غادي نسافر، عندي غنمشي عند شي صاحبي بلا ما تدخلي لي في المصالح ديالي. قالت له انا سيدي سكت صافي، هادشي اللي كاين. قالوا لها الزوج ديالك فاش خدام؟ وقالت له سيدي الزوج ديالي عنده واحد القهوه فيها المواد، كيدير داكشي ديال المطعم، كيتسمى مطعم وقهوه، كيقدم الماكولات والدجاج محمر وكذا وكذا. اذا هاد السيد هذا ميسور الحال، سيد لاباس عليه. قالوا لها واش عندكم شي وليدات؟ قالت لهم سيدي عندي ثلاثه ديال البنيتات كلهم كبارين،
قال له الزوج ديالك شحال في عمره؟ قال له سيدي الزوج ديالي راكم عنده شي 57 سنه. وهاد السيده هادي كان في العمر ديالها ما مفوتينش بزاف حتى هي تكون عندها شي 52 سنه. رجع الدرك الملكي قالوا لها الزوج ديالك فاش خرج؟ واش مشى غير بوحديته؟ قالوا ما سيدي خرج غير بوحديته، قال لي غنمشي عند شي صاحبي، انا ما عارفاش شكون هو هاد صاحبو، شكون هو ما عمري زعما عرفني عليه، وما قاليش فين غنمشي بالضبط الوجهه. وقالوا لها حنا السياره لقيناها ضواحي تاونات، واش عندكم شي عائله في تاونات؟ قالت لهم لا سيدي ما عندنا حتى شي واحد في تاونات، وما كنعرفوش شي صاحبو هنا ساكن في تاونات. اذا هاد القضيه غامضه. رجع الدرك الملكي فاش فتحوا الطوموبيل جبدوا واحد الوراق، جبدوا واحد الوراق ديال السياره، ولكن ما لقاوش لاكارت ديالو وداك لاكارت غريز ديال الطوموبيل، وما لقاوش الفلوس اللي قالت لي الزوجه قالت بان راه هز شي فلوس معاه خرجهم. هادشي كامل ما كاينش. اذا هنا الزوج ما باينش، الفلوس ما كايناش، كيفاش هاد القضيه هادي؟ غادي يبداو يبحثوا. هنا رجال الدرك الملكي غيمشيو لذاك المطعم والقهوه اللي عند هاد السيده اللي مختفي، غيلقاو واحد السيد، داك السيد هو كنقولوا حنا جيرو ديال داك الشيء ديال داك المطعم والقهوه. سولوا قالوا له في اخبارك بان الحاج مول المحل غايب؟ قال لهم سيدي بالفعل راه هادي شي 5 ايام هادي راه ما بانش، وعائلته كتقلب. قالوا له انت ما كتعرفش مع من كيمشي ومع من كيجي؟ قال لهم سيدي داك نص الصباح اللي غادي يختفي فيه وما غاديش يرجع راه جا عندي لهنايا وجا وعطاني شي فلوس. قال له شحال الفلوس؟ قال له سيدي عطاني شي 3000 درهم. قال لي خلص شي واحد غيجيب لنا شي كراسه وشي سلعه غيجيبو من المحل. قال لي هاد الفلوس غيجي يعطيهم له بحكم انه هو الجيرو ديال هاد المشروع ديالو. وراه فاش جا في الصباح مع ديك الوقيته ديال 7 الصباح راه كان مع واحد السيد. قالوا له شكون هاد السيد هذا؟ قال له سيدي واحد السيد كيقول لي الحاج مول الباترون كيقول لي بان هذا راه عدول. انا كنت عارفه بان عدول. قالوا هاد السيد واش صديق ديال الحاج قديم ولا عاد جديد؟ وقالوا ما سيدي راه مده هادي. قالوا شحال تكون المده؟ وقالوا له تكون المده هادي ديال شي تقريبا شي 3 سنين هو معاه. قالوا ديما كيجي عنده؟ قالوا ديما كيجي عنده تقريبا جوج مرات في السيمانه، مره في السيمانه كيجي عنده كيجلسوا هنايا كيبقاو يتعاودوا وكيضحكوا كيمشيو. وقالوا له النهار اللي مشى هو وياه واش مشى في طوموبيل وحده؟ قالوا لا سيدي الحاج مول شي جاب الطوموبيل وداك العدول جاب الطوموبيل ديالو. صافي قال لي انا غادي نمشي لتاونات، وكانت هذه هي اخر هضره بيني وبينه. قلت له الله يعاون حتى اكتشفنا بانه ما رجعش واختفى. قالوا له هاد العدول هذا واش ما عرفوش المحل ديالو فين كاين ولا فين كيشتغل؟ قالوا لا سيدي ما كنعرفوش، انا اللي كنعرف بانه هو كيجي عند الحاج لهنايا وكيجلسوا كيبقاو يتعاودوا بجبيهم وكيضحكوا، وكنعرفني عليه الحاج قال لي هذا راه عدول وكذا وكذا، ومن تما ما عرفش شنو في عنده المحل او كذا او كذا. هنا قالوا له رجال الدرك خلاو ليه النمره وقالوا ليه غيبا هاد السيد هذا علمنا غي يدخل لهنا للقهوه يحط رجليه في القهوه عيط لهنا. قال لهم صافي يا سيدي مرحبا غيبا لي هنايا غادي نعلمكم. ولكن هاد الجيرون ديال القهوه في العشيه كيجي عنده واحد صاحبه واحد الكليان تما ديالو كيجي عنده. قال له شت الحاج ما بقاش كيبان هادي راه شي مده ما بان ليناش الحاج، وكان ديما هنايا مع داك الحاج موالفينه، داك الحاج مول شي موالفينه كيجي وكيبدا يضحك مع الكليون وكيتعامل معاهم مرحبا زيد فلان زيد ذا. قال له داك الجيرون قال صاحبه قال له ودي ما فخباكش بان الحاج راه 5 ايام هادي راه تختفى وما عرفوش فين مشى، وراه الطوموبيل ديالو لقاوها ضواحي تاونات. وهذاك الجيرون غادي يقول صاحبه ودي راه رجال الدرك الملكي راه جاو عندي وقالوا لي بانه كيقلبوا على واحد صاحبه راه كيجي كيكون جالس معاه هنا. قال له شكون هو هذا صاحبه؟ قال له ودي داك صاحبه داك العدو اللي كيكون هنا واحد بوحيه كيجي بالجلالب وعنده طوموبيل كذا وكذا. قال لي داك صاحبه داك الكليان قال له ودي هذاك راه ماشي عدول هذاك راه فقيه. وقال له لا صاحبي انت راك ما عرفتيش هذاك راه عدول هذاك راه كيدير وكيدير. قال له واش اللي كتسول اللي كيجي كيجلس هنا كيكون كاسمع الحاج بالجلالب وبالحياه قال له بالفعل هذاك. وقال له هذاك راه ماشي عدول هذاك راه فقيه كيسبب لعباد الله وعنده المحل في بلاصه فلانيه في الدار ديالو. حتى هو هذا بوحيه هذا اللي كان كيسحبوا عدول ساكن هو في مدينه فاس. قال له شنو غدير؟ قال له في العشيه غيتسالي الخدمه نتلاقاو انا وياك ونمشيو للقهوه الفلانيه راه كيكون جالس تما. بالفعل هاد الجيرون هذا سال الخدمه في العشيه اتصل بصاحبه مشاو لذاك الحي اللي قال له ساكن فيه داك اللي كان كيسحبوا عدول. مشاو جلسوا في واحد القهوه قال له هاد القهوه فيها كيعمر هذاك الفقيه. واحد شويه هو هذاك الفقيه ساكن قبل القهوه واحد شويه شافوه مخرج الطوموبيل ديالو قال له شو واش هو هذاك اللي كتقول انت عدول؟
قال له هو هذاك، وقال له هذا راه ماشي عدول، هذا راه فقيه، هذا راه فقيه كيتسبب العيالات وكذا وكذا. سول هذاك السيد داك الجيرو ما تاقش بصاحبه، بدا كيسول داك الناس في القهوه، قالوا لي هذا راه فقيه هنايا معروف، عندنا فقيه كيتسبب، هو راه اصله من تاونات هكذاك. هاد الجيرو هذا غادي يتصل بالدرك الملكي ويقول لهم ودي بغيت نقول لكم واحد القضيه. رجال الدرك الملكي تفاعلوا مع هذا السيد هذا، جاو عنده قالوا له شنو هي القضيه اللي بغيتي تقول لنا؟ قالوا مسيدي داك السيد اللي كان كيجي عند الحاج راه كان كيسحبني عدول، ولكن انا راه البارح عندي واحد صاحبي وقال لي راه ماشي عدول راه فقيه، وراه حنا مشينا عسينا عليه وراه ساكن في بلاصه فلانيه. قالوا له غتمشي معنا تورينا فينا بلاصه ساكن. بالفعل انتقل معاهم، وقفوا بقاو كيتسناوه، مشاو دقوا رجال الدرك الملكي على داك الدار، خرج عندهم الفقيه. السلام عليكم سلام، قالوا انت فلان؟ قالوا ميسدان هو فلان. قالوا غتفضل معنا عندنا معك شي غرض نسولوك وترجع. داو معهم هذا الفقيه هذا، داو بداو كيستمعوا ليه، قالوا انت هو فلان؟ قالوا ميسدان هو فلان. قالوا له انت صاحب الحاج، الحاج مول الريستو في البلاصه الفلانيه اللي كيقدم الماكولات وعنده القهوه؟ قالوا يا سيدي بالفعل. قالوا له فين هو الحاج؟ ما سولتي فيه؟ ما عرفتي فين راه؟ قالوا لا سيدي انا راه هادي شي سيمانه او سبع ايام هادي ما مشتوش. وقالوا له راه صاحبك ما كتسول فيه، ما كتعيط ليه؟ وقالوا ما سيدي انا في خباري بان راه تختفى، وراني حتى انا بحالي بحالكم راه كنتسنى عليه شي خبر. وقالوا له نتايا النهار اللي خرجتي، اللي اختفى فيه الحاج، راك كنتي معاه؟ قال له نتايا راك كنتي معاه وجيتي مع الريستو في داك الصباح وشافوكم الناس؟ قال له ما سيدي بالفعل انا جيت، ولكن ما مشيتش معاه، انا راه تفارقنا تما ومشيت بحالتي. وقالوا له لا راه هنا واحد السيد راه الجيرون ديال داك الريستو، راه سمعكم فاش قال لك بان الحاج غادي يمشي معاك لتاونات، وانت اصلك من تاونات، اذا كيفاش القضيه هذه؟ هنا هاد السيد غدا كيدخل خرج في الهضره، قال لهم لا سيدي انا ما مشيت معاه ما والو. انا غادي يواجهوه، غادي يواجهوه مع داك الجيرون ديال داك القهوه. قالوا لي هاد السيد هذا كيقول بان نتوما راه بالفعل مشيتي انت وياه لتاونات، وانت مشيتي في السياره ومشى في السياره. هنا هاد الحاج هذا، هاد الفقيه هذا، قالوا ما سيدي بالفعل راه مشينا انا وياه، وراه غير قبطنا غير خرجنا من فاس بغينا نمشيو لتاونات، عيط لينا شي واحد وقلت له ودي انا راه ما يصلح لياش نمشي، الا بغيتي انت تمشي غير سير. هنا رجال الدرك والمحققين تاكدوا بان السيد بدا كيدخل في الهضره، نوبا كيقول لهم لا ما مشيتش معاه، نوبا كيقول لهم لا راه مشيت في الطريق وحقها وعيطوا لي شي وحدين ورجعت. وقالوا ليه الشريف انت واش كضحك علينا ولا كضحك على راسك؟ كتدخل وتخرج في الهضره، كيفاش هاد القضيه هذه؟ السيد ما عرف ما يقول، بقى كيدخل وخرج في الهضره. قالوا ما سيدي انا ما عندي حتى علاقه بهذا الشيء وما عرفت حتى شي حاجه من هذا الشيء. غادي يخبروا رجال الدرك الملكي النيابه العامه. النيابه العامه بحكم انه المشتبه فيها الرئيسي هو اللي صاحبه، غادي يحيلوا على قضيه التحقيق وغادي يعتقلوه على ذمه التحقيق. السيد بقى عن التحقيق، بقى عن التحقيق الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، دازت شي 7 شهور على التحقيق مع هذا الفقيه. هذا الفقيه هذا مع قوه الضغط هو في الحبس وما عرفش المآل ديالو في شنو غيوقع ليه. هنا في واحد الجلسه ديال قضيه التحقيق غادي يعترف بواحد الامور. قالوا ما سيدي بغيت نعترف شي حاجه، انا اللي قتلت فلان. كيفاش قتلتيه؟ قالوا ما سيدي انا اللي ارتكبت الجريمه هذه، انا اللي قتلت فلان، انا اللي غواني الطبع وقتلت فلان. هنا قضيه التحقيق غيولي يرجعوا لعند الضابطه القضائيه ديال الدرك الملكي، وغادي يسمعوا ليه من جديد في الاعترافات ديالو. غادي يسمعوا ليه، قالوا له كيفاش تقتلتي هاد الحاج صاحبك؟ قالوا ما سيدي انا الحاج صاحبي، وكان كيجي عندي، كندير ليه داك الحروزه ديال القبول للمحل ديالو، والمحل ديالو بدا كيجيو ليه الكليان وبدا كيتعرف، وهاد الحاجه دا بدا كيثق فيا وكيتهلا فيا وكيعاونني، ولكن هاد الحاجه دا كان كيطمني على الاسرار ديالو، كان كيقول لي كل مره، كيقول لي انا غادي نشري هاد الارض وغادي نشري هاد الفيلا وغادي نشري هادي. وانا كنت داك الشيء اللي كيقول لي هاد الحاج هي فلوس طائله، فلوس بزاف، فيلا 200 مليون 300 مليون، عرفت هاد الحاجه دا عنده الفلوس.
هنا واحد الوقيته تزير عليا الحال، انا ما بقادليش ما بقاليش الفلوس تزيرت. قلت لهاد الحاجه دا اخترعت واحد القصه، قلت لهاد الحاجه دا ودي بغيتك في واحد القضيه. تلاقينا انا وياه بدينا كنتعاودوا بجوج، قال لي شنو هي هاد القضيه هادي؟ قلت له الحاج انا واحد القضيه ما بغيتكش تقولها حتى شي واحد، غادي تبقى غير بيناتنا بجوج. قال له مرحبا شنو هي؟ قال له الحاج انا واحد الكنز كاين عندنا حدا الدار ديالنا، وبحكم ان هاد الحاج وهاد الفقيه كانوا بجوج بهم كيمشي هاد الحاج كيمشي عند هاد الفقيه للدوار ديالو في تاونات وعارف المنطقه. قال له ودي الدار ديالنا اللي مشيتي معايا واحد جوج شجرات تما واحد الكرموسات تحت منهم كاين واحد الكنز، وداك الكنز خصو شي بخور وانا ما قادش نجبدو لان داك الجين اللي كاين تما صعيب باش نجبدو. اذا خصنا نجيبو واحد جوج ديال الفقهاء من سوس هما اللي يقدروا يجيبوا لنا هاد القضيه هادي، وهاد الفقهاء هادو الا بغيتي ما يشاركوش معنا في هاد الكنز هذا خصنا نعطيهم واحد المبلغ مالي دير واحد 4 مليون للواحد، ولكن هما يتكلفوا غير يجبدوا لنا الكنز وما يقسموا معنا ما والو، يجبدوه ويمشيو بحالاتهم. الحاج قال له ودي هاد 4 مليون لواحد راه بزاف، راه 8 مليون وزيد عليها داك البخور اللي قال له نجيبوا البخور ونجيبوا كذا وكذا، قال له غطيها بشي 12 مليون. قال له راه بزاف. وقال له الحاج هادشي اللي كاين، بغيتي مرحبا بغيتي جاي انت وكانتك. هنا هاد الحاج قال له ودي خليني نفكر ونرد عليك. داز شي يومين حسب الاعترافات ديال هاد الفقيه، داز شي يومين عيط له هاد الحاج للريستو ديالو، قال له ودي داك القضيه راني فكرت فيها غدا نتوكلوا على الله. وقال له لا الحاج ما غدا ما يصلحش. قال له علاش؟ وقال له خصني نعيط لداك الناس ديال سوس ونتفاهم معاهم باش يكونوا هما واجدين ويجيو. قال له شحال المده؟ قال له عطيني واحد اليومين على ما نعيط لهم ورسي معاهم ويجيو عندنا ان شاء الله ونمشيو نتلاقاو تما. قال له انا غادي نعيط لهاد الفقهاء هادو يجوني شال تاونات يتسناونا تما وحنا نلحقوا عليهم والفلوس وجدها لينا. قالوا صافي الله ما يسير. بالفعل هذا الحاج هذا وجد داك الثمن ديال البخور وجد الفلوس ديال داك الناس اللي غيجيو باش يحفروا الكنز، لان هذا الفقيه هذا ثبتو. قال له ودي غادي نعيط لفلان وغنعيط لفلان وكثر عليه وثبتو. قال له ماشي دابا نعيط ليهم. اذا هذا الحاج تعاق بصاحبه لان كان كيثيق فيه اصلا. هنا غادي يتفقوا على النهار اللي غيمشيو غيهز الحاج داك الحاج مول الريستو غيهز داك 12 مليون من الدار وغادي يتفقوا باش يمشيو لتاونات. غادي يوصلوا للبلاصه اللي لقاو فيها الطوموبيل، غادي يقول الفقيه لصاحبو الحاج غيقول له ودي دابا ما عندناش كنديروا ندخلوا للدوار وغادي يعيقوا بينا، شنو غادي دير؟ غادي يطلع معايا في طوموبيلتي وتحط طوموبيلتك هنايا وتطلع معايا في طوموبيلتي وغادي تركب اللور باش ما يشوفوكش الناس لان الزاج في مي عنده اللور، وغادي ندخل بك للدوار وخليك في الطوموبيل حتى الليل على ما يجيو داك الفقهاء الاخرين، وداك الساعات نبداو في الحفير. هاد الحاجه دا قال له صافي مرحبا. جات داك الوقيته ديال الليل صافي جبد داك الفقيه جبد شي فيسان كانوا عنده تما وشي بلاط، قال له هنا غادي نحفروا. هنا الحاج قال له ودي فين هما صحابك اللي قلتي لي غادي يجيو؟ وقال له صافي الحاجه هما غيجيو غير شويه هما غيجيو غير تسنى هنايا. هاد الفقيه هذا بدا كيدير داك اللعبه ديال البخور ودار واحد الدائره، قال له ما تخرجش من هنايا. السيد بقى جالس. هاد الفقيه هذا غادي يجيب واحد العتله او كنسمى حنا الصابه ما بحالش كنقادومه كتسمى قادومه، وغادي يعطي لصاحبو للراس غادي يقتلو وغادي يحفر تما وغادي يدفنو وغيدي داك 12 مليون. والمشكله شنو هي؟ غيرجع للطوموبيل وغيهز واحد البسطام ديال هاد الحاجه هذا، واحد البسطام في كارد كيشي في كلشي، وغادي يلقى معاهم واحد لاجوندا، واحد لاجوندا صغيره. فاش غادي يقلب في ديك لاجوندا غادي يلقى حتى شي نوامر التليفون وبزاف ديال الحوايج، وغيلقى حتى داك الكود ديال كارد كيشي. اذا هنا هاد الفقيه هذا غادي يمشي يسحب الفلوس من الكارد كيشي، بالكارد كيشي ديال الحاج. قالوا لي رجال الدرك الملكي شحال سحبتي الفلوس؟ قالوا نكون سحبت شي 38 مليون. هنا هذا الفقيه هذا غادي يعترف تلقائيا بانه سحب من بالكارد كيشي ديال هذا الحاج 38 مليون، وخذا ليه
12 مليون اللي جمعها باش يعطيها الفقيه الفقهاء اللي جاو يحفروا على الكنز عفوان، وكان المبلغ اللي يدى له في الاجمالي ديالو 50 مليون. كانت هذه الاعترافات ديال هذا الفقيه التلقائيه امام الضابطه القضائيه او الضابطه اللي تابعه للدرك الملكي، وغادي يتقدم للعداله وغادي يتحكم لعقوبه ديال الاعدام. الاعدام ماشي هو ما غيطبقش، وانما غيبقى كما كنقولوا حنا المؤبد. كانت هذه جريمه اليوم متابعينا الكرام، جريمه كما نقولوا ديما ديال الخضر. هاد السيد هذا الفقيه هذا كان كيثيق في هاد الحاج، كيوري بزاف الحوايج، كيطلعوا له بزاف الحوايج. شنو غادي يدير؟ غادي ينوض ياخذ ليه داك الفلوس وغادي يقتلو وغادي يدفنو. متابعينا الكرام، كانت هذه جريمه اليوم، نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في حلقه قادمه، ودمتم في رعايه الله، والى اللقاء.